القلب القاسي اي ما يراد. شوف خل اقول لك فرد نصيحه تاخذها اخذها، ما تريد تاخذها اشمرها ورا ظهرك. دير بالك من الرخيص، الرخيص دائما ينكر الجميل بمجرد أن يجد البديل. الله. الأصيل أبد ما ينسى الجميل حتى لو وجد البديل. هذا الفرق بين الأصيل وبين الرخيص. الرخيص دائما قلبه قاسي، بلي ياما اكو زلم وقفت وياهم زوجاتهم بايام فقرهم، من لقى البديل نكر كل الجميل. ياما اكو ناس مدت ايديها الناس وساعدتها، ومن تمكن ووقف على رجليه عض الايد اللي انمدت له. للرخيص من لقى البديل سوى نكر الجميل، ولا كأنه في يوم من الأيام هذا الإنسان أحسن له. وعلى مستوى الصديق تلقاها، وعلى مستوى المجتمع تلقاها. راح تقول لي سيد شو تريد تقول لي؟ أقول لك احذر من الرخيص، راح ينكر جميلك لحظة بس يلقى البديل.